عم بتأثر جائحة كوفيد 19 على حياة الناس حول العالم، واللاجئين من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عايشين بألمانيا عم يتأثروا بنفس القدر ولكن بطرق مختلفة، بغض النظر عن مكان إقامتهم، سواء كانوا بمراكز إيواء جماعية أو بشققهم الخاصة. وعلاوة عن هالشي فهن عم يواجهوا خطر الإقصاء. اليوم رح نروح معكم بجولة لنشوف عن قرب كيف تعاملوا ثلاثة لاجئين من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عايشين بألمانيا مع جائحة كوفيد 19. الفيلم بيعتمد على قصص فردية تم تسجيلها وتصويرها ذاتيا من قبل أبطال الفيلم بكاميراتهم وهواتفهم المحمولة. شو تغير بحياتهم وكيف تغلبوا على هالأزمة هنن وعائلاتهم وأصدقائهم ومحيطهم، هالشي رح نعرفه من خلال هالفيلم القصير. خلونا نشوف مع بعض. حالي شوي، أعرف عن حالي. أنا محمد جولو من سوريا، دارس قسم الفلسفة وكنت أستاذ موسيقى فيما قبل. My name is Christina Abelardo and I'm from Asia. I'm an asylum seeker and now I live in southern part of Deutschland. I'm a wheelchair user when I was affected polio. اسمي محمد، موجود ببرلين حاليا، مقيم بألمانيا من 5 سنين مع عائلتي. شو هي التحديات اللي واجهتوها وكيف تغلبتوا عليها؟ محمد موسى سوري، عمره 35 سنة، بيعاني من شلل نصفي جراء إصابة رأسية. ناشط في المجال الإنساني، عايش مع زوجته وطفلتين بمدينة برلين بألمانيا. قبل أزمة كورونا كنا نطلع ونفوت مثلا، كنا نزور أصدقائنا وهن يزورونا، التواصل الاجتماعي كان موجود طبعا. أنا كشخص عندي عجز جسدي بقسمي الأيسر جراء إصابة تعرضت لها 2012 برأسي، أثر الموضوع كتير عليا طبعا. أنا لازم أطلع كل يوم أتمشى لمسافات طويلة مشان أحافظ على الحركة تبعي ومنشان أعمل الرياضة، لأنه هذا الشيء مفيد لجسمي. طبعاً بعد كورونا خفت كتير الحركة وصرت أقعد بالبيت فترة أطول، بس الشيء الجيد أنه أنا عندي جهاز مشي، وهذا الجهاز استخدمته بهاي الفترة أنا منشان أنه استمر بهاي الحركة وأنه أكسر الملل الموجود بهذا الحجر الصحي. التحدي الجديد كان الأطفال اللي راح يبقوا بالبيت، وهذا الشيء شكل صعوبة بالنسبة للأبوين اللي عندهم عمل من البيت. فنحن استطعنا التغلب على هذا الموضوع ولو بشكل جزء من خلال عدة نشاطات سويناها مع الأطفال، من خلال مجموعات واتساب غدروا من خلالها أنه يحكوا مع أصدقائهم ويتواصلوا معهم ولو كان عن بعد. فهذا الشيء برأيي أنه بشكل مؤقت جيد. أسست غرف على وسائل التواصل الاجتماعي، الناس غدرت تتواصل مع بعضها وتكسر حاجز الملل بالحجر، سواء عن طريق إرسال الرسائل الصوتية أو الفيديوهات مثلا، أو بالحي عندنا صار في مجموعة تنشط بتوصيل الطلبات من أكل وشرب حتى باب البيت لكبار السن أو الناس اللي عندها إعاقات. قيود كثير انفرضت علينا بهذا الحجر، مثلا مواعيد الطبيب اللي التغت أو تأجلت. يعني أنا صرت حاول أنه ما أمرض، حاول أنه أتفادى أي شيء بسبب للمرض ولو كان حتى رشح بسيط، لأنه بعرف أنه أنا الوصول للطبيب رح يكون صعب جدا مو مثل قبل. كريستينا إيبيلادو من آسيا، عمرها 40 سنة، بتعاني من شلل الأطفال، وهي ناشطة اجتماعية وعايشة لوحدها بأحد مراكز الإيواء الجماعية بالجنوب الألماني. Since COVID-19 came into my life, I miss out on social life. The biggest impact would be school being closed. For instance, completing B2 level will open many job opportunities for me. With school closing, it delayed my change of and entering the job market.
one of my main challenge is going for essentials shopping. For example, you know, I used to go for shopping on my own with the shopping basket. But now the supermarket in the neighborhood only allow trolley, and I cannot use trolley with my wheelchair. So I have to rely on others to do the shopping for me. So in here, I would like to say I'm really grateful for my friends who has helped me in times of crisis. At the beginning, I couldn't buy essential items like toilet paper or personal protection things such as masks, gloves, and hand sanitizer. Luckily, some of my friends share their toilet paper with me. So I really thank to them. And another challenge is having to use communal kitchen can be a bit challenging at time when you have to be cautious of social distancing rule. So I wake up early in the morning and I cook whatever I want to. And then I think 9 o'clock and all then. In the period of the COVID-19 crisis, I followed all the rules and regulations from the government. It was very easy to lose track of time when you are confined in one space. Therefore, you know, I drew up my own timetable and follow it strictly. Moreover, I also practice meditation on regular basis. محمد جولو سوري عمره 37 سنة بيعاني من فقد البصر موسيقي عايش مع زوجته وأطفاله الأربعة بشقة صغيرة بمدينة كولونيا الألمانية. من قبل كم شهر طبعا فجأة شفنا حالنا مضطرين أنه نبقى بالبيت وأنه تجمدت الحياة فجأة. مدارس الأطفال توقفت يعني وهذا سوى لنا تحديات كبيرة يعني أنه بالبيت يعني مع أطفالي مع برا الروحة والجاية فكان الوضع تغير 180 درجة سبب لنا يمكن أزمة نفسية أو وضع سيء نفسي يعني. فأنا سجلت أطفالي رجعت بالمدرسة إنه مع الاحترازات يعني إنه المحافظة على النظافة وعلى الماسك مثلاً سجلتهم بالمدرسة ورجعوا هلا عن جديد يداوموا بالمدرسة يعني بالدوام الجزئي يعني هذا الشيء كمان كان إنه منيح كتير للأطفال مشان يتخلصوا من القعدة بالبيت والشتريس والعادات الطويلة يعني وراء التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والهاتف. بس كتير كمان صعب انه هو البقاء جوات البيت دائما كان يعني انه على طول انا جوات البيت لا حركة ولا شيء فلما شفت انه كورونا بده يطول فاضطريت اني اشتري عدة رياضة واني مثلا اعمل رياضة بالبيت حتى يعني انه اتحرك اقدر مثلا فكان الوضع صعب كتير يعني وحتى مع مثلا الجوب سنتر مع الوسلندر مع الاوراق يعني انه جميع الامور التغيرت يعني هلا اذا كان في امر خاص بدي اطلبه لازم يكون عن طريق الانترنت او عن طريق مثلا موظف خاص انه احكي معهم او الى اخره كان معقد كتير يعني بس الحمد لله انه من فتره يعني من حوالي 5-6 اشهر قبل حتى ازمه كورونا يعني انا قدمت على الطلب وطلع لي الطلب هو فاميلي اسيستنس اي مساعده العائلات يعني وهذا الشيء كان له فائده كبيره علي بصراحه انه خصصوا لي موظفين يعني انه يجوا يساعدوني بامور الاوراق والمواعيد يعني اذا بدي اتخذ اذا لازمني اي شيء من الجوب سنتر او الاوسلندر او الدوائر الحكوميه بشكل عام فاي شيء كان يلزمني مثلا كنت احكي معه على التليفون يحكم على الجوب سنتر او يحكم معي اجل موعد مثلا
مثلا الاوراق مطلوبه مثلا يعبوا لي اياها بعض الاحيان اونلاين يعني على الانترنت، فهذا الشيء نوعا ما ساعدنا يعني. من وجهة نظركم، شو هو الدرس اللي لازم كلنا كبشر نتعلمه من هاي الأزمة؟ So I urge you to follow the rules diligently. Do not let staying at home time go to waste. Create a timetable for daily activities such as reading, cooking, relaxing, exercising, and having a regular meal time. And don't forget to listen to the music. And on top of that, I would like to suggest, please practice meditation. This is the very good for your health. بتمنى انه هذا الشيء يعلمنا نحن كبشر كمان، انه بس نقدر نوقف مع بعض ونساعد بعض مثلا معنويا وانسانيا نقدر نتجاوز اي مشكله ممكن تواجهنا، سواء كان مرض، سواء كان ازمه اقتصاديه، سواء كان شو ما كان يعني. انا بظن انه الدرس لازم نتعلم كثير من الشيء اللي صار معنا، لازم نتكاتف بزمن الوباء، بزمن الكورونا وبأي وباء تاني رح يجي ممكن تمر فيه الإنسانية طبعا، أو بأمانتها طبعا أكيد، وبالنهاية نحن عم نعيش على سفينة واحدة، وأي خطر رح يهدد فرد موجود على هذه السفينة طبعا بالنهاية رح يهدد الكل جميعا.